سلام البنات، كيفقيتو؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم ان شاء الله فيديو جديد. كي شفتوا معايا هذا الفيديو هذا غنصوب فيه واحد الشوشه اللي ما هي جديده ما هي قديمه. تبعوا معايا الفيديو حتى للنهايه باش تعرفوا الطريقه. هنا البنات غادي نحتاجوا المقاس، غنحتاجوا العقيق ديالنا اللي بره رقم 12 اولا رقم 10 اولا رقم 11 والخيط. هو هذا العقيق اللي غادي نحتاجه البنات. هنا كنشدوا واحد الخيط طويل على حسب اليد ديالكم نتوما. كنحشيو الابره صافي. من بعد كنجيو لتحت ديال الخيط وكنحزموا واحد الحزمه، غير هو هذاك الخيط اللي غيبقى شايط من الحزمه لهنا. حاولوا ديروه شويه طويل على حسب راه غتحتاجوه في التالي. انا مشيت درته قصير وهانتوما غتشوفوا علاش. يلا دابا غنمشيو بسم الله باش نبداو الشوشه ديالنا. غادي نبداو بالاول اللون الابيض، انا غادي نبدا به. غادي ندير اللون الذهبي. هنايا كنديروا جوج عقيقات، هانتوما تبعوا معايا مزيان. جوج ديال العقيقات. غادي نجيو بليبرا وغادي نوليو نحشيو ليبرا في العقيقه البيضاء ونخرجوا من العقيقه الذهبيه صافي، ونجمعوا العقيقات ديالنا غيوليو متلاصقين، ونوليو عاوتاني نرجعوا للعقيقه البيضاء ديالنا ونحشيو ليبرا صافي. من بعد البنات هنايا من كنتبتوهم مزيان كنجيبو عقيقه وحده بيضاء وكنوليو نحشيوها في الذهبيه من التحت صافي، وكنخرجوا الابره ديالنا من الفوق هي والخيط. كنجيو لهذاك الخيط اللي ما بين البيض والذهبي وكنحاولوا نحشيوها فيه الابره صافي، كنوليو نطلعوا عاوتاني. انتما تبعوا غير هذه الطريقه هذه، وراني فايته درتها لكم بزاف في الفيديوهات حتى هذا هو البدو ديال الخدمه ديال الطروات دي. الا بديتوا بحال هكا صافي غادي تعرفوا تكملوا صافي. من بعد البنات كتجيبوا الابره ديالكم كتحشيوها ما بين داك الخيط اللي كيكون في الراس الفوق، وتبداو الصفوف اللي غايجيو من بعد. كنبداو البنات بجوج عقيقات، وحده بيضاء وحده ذهبيه، هانتوما كي شفتوا معايا كنهبطوهم لتحت، كنشدوهم مزيان كنثبتوه بمصبعنا، كنجيو لذاك الخيط اللي ما بين الصف هذاك اللي الفوق صافي، كندخلو فيه الابره وكنجبدو بحال هاد الطريقه هكا صافي، وكنجيو كنحشيو الابره ديالنا من التحت ديال داك العقيقه الذهبيه. ثبتوها مزيان بصبعكم وحشيو الابره هكذا صافي، وطلعوها. ومن بعد عاوتاني غادي تكملوا على حسب نتوما الرشمه ديالكم كيفاش دايره في هاد الهدبه. كاين اللي غيبغي يديرها سامبل، كاين اللي غيبغي يديرها بالزواق، كاين اللي غيبغي يديرها غير بالمثلث، فهمتوني؟ داكشي على حسب الرشمه ديالكم. كاين اللي غيبغي يديرها بشي رشمه على حسب الطوق صافي. هكذا كتكملوا الخدمه ديالكم صافي. كنحشيوها من بعد عاوتاني من التحت، كنوليو نطلعوا الفوق باش هكا كتثبت لنا العقيقه. وبهذه الطريقه هذه البنات غادي تكملوا حتى كتكملوا الرشمه ديالكم بهذه الطريقه هذه. شفتوا هانتوما من كيكون الخيط من الجهه من هي كنساليو، من كنبغيو نبداو عاوتاني كنرجعوا الخيط من هذه الجهه. انا حاولت نزرب لكم شويه الفيديو على حسب هذه الطريقه هذه، درتها في جميع الشوشات اللي عندي، جميع الخدمه ديال الطروات دي، ومازال هكا غتبقى هذه الطريقه. غير هو الاختلاف كيكون اما في الهدوب اما في الالوان اما في الرشمه على حسب، اما الخدمه كتبقى الطريقه هي الطريقه. شفتوا؟ وهكا كنكمل باش ما يجيكمش البنات الفيديو طويل، باش ما نتقلش عليكم تقولوا هذه صافي طلعت لنا في راسنا صافي. باش انا بغيت نزربوا حيت راكم تكونوا عارفين الطريقه صافي. هكذا هنا كنخدم اللون الازرق حتى هو كنديرو في الوسط، الجناب كنديرهم ذهبي وبيض، والوسط كنخليه ديما ازرق. شفتوا نفس الخدمه، كنحشيو الابره ديالنا في ديك الخيط اللي كيكون غادي في الراس، وكنطلعوا الابره في العقيقه اللي كتكون دخلنا من قبل بحال هكذا. شفتوا شو ها حنا عاوتاني غادي نقلبوا يدينا باش الخيط يجينا من الجهه الخاويه، ما يبقاش يجينا من الجهه ملهي. هنا البنات هنا ساليت، غندير غير الصف التالي. ها نتوما شفتوا كنبداو بجوج عقيقات وكنكملوا بحبه صافي، غندخلها في الذهبيه. هنا غادي نبدا باللون الازرق. شفتوا هكذا كنطلع هذا وكنثبتها مزيان بصبعي صافي. هنا انا ساليت البنات، وهنا غادي ندخل واحد النوع ديال العقيق اللي ماشي هو مهرس صغير، هذا المهرس الطويل هانتوما شفتوا، هذا ام جي بي
هذاك اللي كيقولوا له المهرس الطويل، ها انتم شفتوا هذا طويل، هذا التقطيعه ديالو جايه طويله ماشي بحال هذا صغير، انتم شفتوا كي داير، حتى هو راه التقبه ديالو كبيره كتدخل فيها الابره. صافي دابا هنا غادي نكمل بهذا، شفتوا معايا غادي نديروا جوج عقيقات، شتي جوج عقيقات غادي نهبطوهم من لتحت لحدا ديك الخدمه صافي، وغادي نولي نحشي الابره ديالي في ديك الخويط اللي غادي الفوق، باش هكا هادو كيتلاصقوا كيوليو هكا متلاصقين، وكنجيبوا الابره ديالنا وكنطلعوها مع داك العقيق، وهكا عاوتاني غادي نمشي بحبه وحده. شفتوا انتم غادي ندير غير حبه وغادي ندخلها في ديك الخيط، وغادي نجبد الخيط عندي وغادي ندخل الفوق الابره هكذا. صافي البنات، ومن بعد غادي تكملوا بهذه الطريقه، هذه بهذه الطريقه غتكملوا، ما عندكمش شي زعما شي هذا. انا ساليت راه حتى الشوشات كيجيو بهذا العقيق الطويل كيجيو واعرين، ومازال ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو ديال الشوشه بالمهرس ديال سنيده، هذاك الطويل ديال سنيده غتكون تكون الشوشه رقيقه ومنخويه كتكون كتجي زوينه ماشي بحال هذا غليظ. ها انتم شفتوا صافي هكا غادي نكمل الشوشه ديالي. ها انتم شفتوا دابا البنات على بركه الله غادي نمشيو ان شاء الله نديروا الهدوب المجموعين، ماشي الهدوب الهابطين هذوك اللي مشنشلين، لا غنديروهم مجموعين. ها انتم يلا ركزوا معايا كيفاش الطريقه، راه ساهله. غادي تحيدوا عليكم هذاك العقيق اللي طويل كحزوه ليه. يلا دابا على بركه الله غادي نمشيو للهدبه. هنايا غندير 10 ديال العقيقات، انا غندير 10 ديال العقيقات بويض، نتوما ديروا اللي بغيتو نتوما على حسب رشمتكم، على حسب انا كنوريكم هي الطريقه، فهمتوا؟ نتوما عقلوا على الطريقه ما تعقلوش على الرشمه، ولا كل واحد والاختيار ديالو. هنا درت انا 10 بويض، غادي ندير عاوتاني 10 ذهبيين، عاوتاني غندير 10 زورق. الزرق انا ديما كنخليته في الوسط، خليته في الوسط في الرشمه ديال داك الطروات دي، وغنخليه حتى في الوسط في الهدبه. غنولي نرجع للعقيق الذهبي، غادي ندير 10 ونولي نرجع للعقيق ابيض غندير 10. انا كنحسب بالجوج دغيا كيدوزو. هنا البنات هنا ساليت الهدبه ديالي، شفتوها؟ دابا غنجمعها، غنجمعها ما غنخليهاش هابطه. انتم شفتوا غنجي لداك العقيقه التاليه، بحال دابا انا جيت في الجنب اليمين غنمشي للجنب اليسار، غنطلع الابره ديالي. انتم شفتوا هي تجمعت الهدبه المجموعه. انتم غادي نرجع بالابره ديالي لداك العقيقه اللي حداها وغادي نهبط، وحاولوا الخيط خليوه طويل باش هكا ما تعذبوش في الزياده ديال الخيط. هانتوما راني ساليت هذه، دابا غادي نمشي للعقيق عاوتاني باش نزلقو. هنايا درت 10، هنايا غادي نقص جوج عقيقات، كاين اللي غيبغي ينقص غير حبه باش يجيوه متلاصقين. انا درت نقصت جوج، دابا درت هنا 8 8 8 8 8، وغادي نمشي لديك العقيقه اللي جايه عاوتاني في الجنب الاخر ونحشي فيها الابره ونطلعها. وهكذا هنا درت الهدبه، شتو عاوتاني غادي نرجع للاخرى اللي حداها ونهبط الابره ديالي باش نعمر. هنايا في الاول درت 10، في الثاني درت 8، في الثالث غندير 6 6 6 6 6. صافي هذاك حيدته من حدايا باش ما يتلفنيش. هنايا غندير 6 ديال العقيقات بويض. صافي هاني ساليت الهدبه ديالي، ومن بعد غادي نطلعها في العقيقه اللي جايه من جهه من هيه، هاي تثبتت. عاوتاني غادي نرجع للجهه الاخرى حتى نكمل، حتى ما تبقى لي حتى عقيقه غندخل ونخرج فيها، فهمتوني؟ هنايا درت 6، دابا غندير 4 بويض و4 ذهبيين و4 زورق، ها هما شفتوا انا درتهم. دابا غادي نمشي للجهه الاخرى، غادي نطلع الابره ديالي صافي، ومن بعد غادي نمشي عاوتاني اللي حداها ونهبط. هنا فشتي فاش كيقصر الخيط كتولي مشكله. انتم شفتوا
نهبط وهناتي غادي ندير جوج بويض جوج ذهبيين جوج زرق ونولي عاوتاني ندوبل الذهبي والابيض شفتوا انتما جوج 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 من الحاجه جوج 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 من الحاجه ايوا صافي غادي نرجعوا عاوتاني للجهه الاخرى. نتمنى البنات هاد الشوشه هادي تنال الاعجاب ديالكم. الا ما بغيتوش تنقصوا بالجوج غتنقصوا غير بالحبه باش تجيكم الشوشه عامره شويه. انا بغيت ندير لها غير هكا باش نوريكم الطريقه. هانتوما صافي هاني ساليت. دابا هنايا البنات غادي نبقى ندخل في ديك الصفوفه كاملين نبقى ندخل ونخرج ندخل ونخرج باش هكا يتبت لي الخيط باش ما يخرجش ابدا. واخا الجلابه داك الشوشه ديالها تصبن وتعاود ما تطيرش العقيق شتو هكذا صافي. دابا كنحيد داك الخيط اللي بقى لي زايد وها هي الشوشه ديالي وجدات. نتوما شفتوا دخلنا المهرس مع المهرس الطويل ودرنا واحد الحاجه اللي جات زوينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اما هنا البنات هذا هو الخيط اللي قلت لكم مشكله انني خليته قصير. هنايا البنات هذا اللي غادي يكون داك العليقه ديال الشوشه غادي تدخلوا فيها واحد حصه العقيقات. شتو انا خليته صغير نتوما ضروري تخليوه طويل هكذا. شتو دابا انا جاني صغير ما دخلتش معايا ولكن غنحاول معاها غير باش نوريكم الفيديو. غادي تهبطوا في ديك العقيقات وتبقاو تدخلوا وتخرجوا فيهم تدخلوا وتخرجوا وتطلعوا للفوقانيه وتهبطوا للتحتانيه وتطلع هكا باش كتثبت هذيك سميتها باش ما غطير لكمش باش تما كيلصقوا داك الشويشه في الجلابه. وهذه هي الطريقه وها هي الهضبه ديالنا وجدات البنيتات ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. نتمنى تدعموا القناه ديالي. نتمنى البنات اللي عاد دخلوا جداد ما ينساونيش بابوني او لايك او شي تعليق زوين من عندهم. والا كانت عندكم شي حاجه بغيتوا تتعلموا لها قولوها لي في شي تعليق بحال بشوشات ولا ورادي ولا شي حاجه اللي بغيتوا تعرفوها كيفاش الطريقه خليوها لي في صندوق ديال التعاليق. موح عليكم كنموت عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.